تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع، والجو اليوم ما شاء الله جميل ورايق، وقفت الأمطار، لكن الجو فعلا يوم بارد. فهذه نصيحة للجميع إن إحنا ندفى عدل وندفع عيالنا عدل في هذا الجو. درجة الحرارة توقع برا ممكن تكون 16 أو 15، فهذا جو الشتاء الحقيقي، لكن ما نتحمس مع الشتاء ونحرص أن نتدفى زين ما زين. أم الله يحفظك دائما تنصحها نصيحة، من يتغير الجو يستوي برد، دائما تقول سكروا خشمكم من تتقلون من داخل البيت إلى برا البيت. سبحان الله اكتشفت أن هاي نصيحة فعلا فعلا ذهبية، لما ننتقل فجأة من الجو الدافي داخل البيت إلى الجو البارد برا وتلفحنا هذه نسمة الهواء الباردة، عدم تغطية الأنف والفم يعرض الأغشية المخاطية فيها إلى جفاف مفاجئ، ممكن واحد يصاب بنوبة تحسس إلى مثل زكام. فهذه نصيحة من أجداد أجداد أجدادنا، دائما أعتقد حتى أمهاتكم تقول لكم غطوا حلجكم وخشمكم لم تتقلوا من داخل البيت إلى خارجه. هذه محدثتكم طبعا لتعطيكم مثلا نصايح دكتورة ندى الملة، وهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. معي اليوم نمر في الإخراج، والله معي مخرجين، وائل بعد معي في الإخراج ما شاء الله، نمر أوكي، ومعي اليوم في التنسيق ميرا المري، يعطيك ألف عافية ميرا. إن شاء الله بنكون معاكم مثل ما تعودتوا على مدى الساعة إذاعية ناخذ فيها ملاحظاتكم، شكاويكم، قضية طبية، موضوع طبي حابين نتناقش فيه، اقتراحاتكم، وأرد أركز على الاقتراحات. إذا رحت أي مكان حصلت على خدمة طبية جيدة لكن حسيت أنه بتغيير بسيط ممكن تكون أفضل، فهذه هي بوابتكم برنامج صحة وسعادة. تواصلوا معنا عن طريق الرسائل النصية على 4006 وعن طريق الهاتف على 600-55-1414. إحنا دائما نقول مذيع يسولف على مدى ساعة هو يكون البرنامج ممل ما حد بيسمعه، لكن لما يكون في تداخل من المستمعين تطرحوا مواضيع جديدة، ملاحظات، تدردشون معانا، هذا يثري البرنامج، يعطيه أبعاد جديدة، يعطيها البهارات الحلوة، هذا تخلي واحد يستانس بالبرنامج. فلا تنسوا تتواصلون معانا. ننتقل إلى أسماء الحمو جاهزة، ما في مشكلة. نروح إلى الدراسة مالتنا. الدراسة شو تقول؟ أعتقد هالموضوع تكلمنا فيه وايد، وهو موضوع الكوليسترول. توصلت نتائج دراسة ألمانية جديدة لأن قياس نسبة الكوليسترول في سن الشباب يصلح كأداة للتنبؤ بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة في مرحلة لاحقة من العمر. هاي الدراسة وجدت أن عندما تتراوح نسبة الكوليسترول في الدم بين 3.8 و4.8 لكل ديسيلتر قبل سن 45 تزداد المخاطر على صحة القلب، وأن خفض النسبة إلى النصف في مرحلة مبكرة يحمي من السكتة الدماغية. بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة لانست الطبية، يمكن قياس الكوليسترول في سن 19 أو خلال العشرينات من العمر. إذا كان مرتفعاً ينبغي اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة. وهذه الدراسة الألمانية اعتمدت على بيانات صحية 400,000 شخص، شوفوا العدد ما شاء الله 400,000 من 19 دولة، وشملت البيانات من فترة طويلة، يعني هم ما سووا دراسة الحين، يعني ما جمعوا الناس الحين وسووا عليهم دراسة، لا سووها معلومات سابقة، البيانات من 1973 حتى 2013، يجمعون بيانات سابقة. وكان مشاركون في الدراسة في عمر يتراوح بين 7 أعوام و19 عاما عند بداية فترة المتابعة، لما بدأوا يتابعونهم كان عمره 7 سنوات إلى 19 سنة. أوصت الدراسة باعتبار قياس الكوليسترول في مرحلة الشباب أداة للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة. طبعا إحنا في هيئة الصحة بدبي
عندنا أداة للتشخيص المبكر لعدد من الأمراض تشمل الكوليسترول، يسمونه الفحص الوطني الدوري أو بالإنجليزي National Periodic Screening. هذا يتسوى مرة كل سنة من عمر 18 سنة. الطبيب يسألك مجموعة من الأسئلة حتى عن عاداتك الغذائية، الرياضة، النوم، حتى عن حصص الخضار والفواكه اللي أنت تستهلكها بشكل يومي، ويحدد على أساس التحاليل تحتاجها حسب العمر، ويحدد لك متى تعيد هذه التحاليل. رح نتكلم بشكل مفصل أكثر عن الفحص الدوري السنوي، ولكن بعد فقرة التغذية. الفقرة اليوم بتكلم عن الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة في الثلاجة. أتوقع كثير من الأمراض تنشأ بسبب أن احنا ما نخزن أشياءنا في الثلاجة بشكل صحيح، واحتمال الثلاجة مسكين تتبطل مليون مرة في اليوم. فراح نشوف الأستاذة إيمان محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة تعطينا بعض النصائح عن الطريقة الصحيحة لتخزين الأطعمة في الثلاجة. صباحك ورد أستاذة إيمان. صباح الخير دكتورة. أهلا فيك. أهلا دكتورة. اليوم حاحكي عن الثلاجة اللي هي زي ما ذكرت أنت هي أساس السلامة في المطبخ. فيجب أن نهتم بنظافة الثلاجة وترتيبها بالشكل الصحيح لضمان سلامة الأغذية. ودائما نحافظ على درجة حرارتها أقل عن 4 درجات مئوية. فاليوم حبدأ الحديث عن أنواع البكتيريا المتواجدة في الثلاجة، اللي هي عنا نوعين من البكتيريا. البكتيريا اللي بتسبب الأمراض اللي هي بتعيش على درجة الحرارة أكثر عن 4 درجات مئوية، ولا تسبب تغيير في الطعم ولا الرائحة ولا الشكل، فبالتالي ممكن ناكلها بدون ما نعرف تواجدها. ما تسوي تغيير يعني الأكل يبين شكل عادي؟ لا بيبين شكله عادي وبنقلها وبيسبب تسمم. النوع الثاني من البكتيريا اللي هي تسبب التلف، وهي بتنمو على درجة حرارة الثلاجة. يعني إذا تركنا الأكل فترة طويلة في الثلاجة فهي بتأثر على الطعم ورائحة الأغذية. مثلا زي وجود العفن على طول، إحنا رح نرمي الأكل فحنعرف إنه هاي الأغذية غير صالحة للأكل. فأنا بحب فاحنا الحين شو نسوي؟ احنا الاخطر هي البكتيريا اللي ما تبين، ما فيها لا تغير لون ولا تغير رائحه، هذه شو نسوي فيها؟ بالضبط، عشان هيك برجو من الجميع اتباع قاعده الساعتين. ساعتين من وقت احضار الاغذيه من السوبر ماركت او مكان التسوق. يعني مثلا انا حتى في السوبر ماركت اروح على السوبر ماركت مرتب بهذا الشكل، اذا بنلاحظ اللي هي اول حاجه الالكترونيات، بعدين المعلبات الخبز، بعدين المعلبات، الأشياء الجافة تكون في البداية، وآخر شيء الثلاجات والألبان تكون موجودة. بالضبط، فعشان هيك دائما نمشي بترتيب السوبر ماركت، وساعتين من وقت إحضار الأغذية من المكان المثلث، ساعتين للأطعمة المطبوخة. يعني أنا طبخت الطبخة، خلال ساعتين أكون حطاها في الثلاجة إذا ما تناولناها. بالنسبة للأطعمة المطبوخة، إما أن يتم وضعها مباشرة بعد الطبخ في الثلاجة، أو إنه يبردوها بحمام مائي بارد قبل ما يحطها في الثلاجة، وأنه توضع بأوعية محكمة الغلق عشان ما يصير اللي هي السوائل تنزل على الأكل الثاني وتخربه. نعم. وتكون العلب ذات ارتفاع بسيط حتى أنها تبرد بسرعة قبل الساعتين، توصل 4 درجات مئوية قبل الساعتين. نعم. وكمان من قاعدة الساعتين أنه في حال تعطل الثلاجة، احيانا بتصير انه تتعطل الثلاجه لاكثر من ساعتين، يجب التخلص من الاطعمه اذا زادت درجه حراره الثلاجه اكثر عن 4 درجات مئويه. نعم. ودائما يراقبوا درجه حراره الثلاجه باستمرار عن طريق الثيرمومتر، هو موجود الان في اغلب الثلاجات الحديثه، بس صح. اذا لم تتواجد يفضل انهم يوضعوا مقياس حراره داخل الثلاجه ويتاكد انها هي 4 درجات. اما بالنسبه لترتيب الثلاجه، كثير يعني هذا السؤال بنساله احنا، تترتب حسب القاعدة التالية اللي هي دائما الهواء الساخن بينتقل من الأسفل إلى الأعلى. بسبب الكثافة إنه الهواء الساخن أخف من أقل كثافة. أيوة أخف. نعم. فبيكون في الأعلى الهواء الساخن، في الأسفل الهواء البارد. فهيك لازم نرتب الأغذية. الأغذية اللي هي بتحتاج برودة تنحط تحت، وتحتاج حرارة تنحط فوق. فبيكون ترتيب الثلاجة كالتالي: الرف الأول اللي هي الأطعمة، مثلا المحضرة أو المطبوخة، يعني إحنا طبخينها الليفت أوفر، الأطعمة المحضرة أو المطبوخة. الرف الثاني اللي هي الحليب والأجبان والبيض. إذا بننتبه هنا، الحليب والأجبان والبيض، الحليب والبيض ما بينحط على باب الثلاجة، هالأسهل صحيح. الرف الثالث اللي هي الخضار والفواكه.
اما الرف الاخير اللي هي اللحوم والدجاج اللي احنا يعني اللي احنا حنطبخها فطلعينها نعم. عشان تذوب. فهذا الترتيب من فوق الى تحت. ايوه يعني اعلى شيء نحط الاكل المطبوخ وتحت نحط اللحوم والدجاج. بالضبط. ليش؟ والسبب عشان اللحوم والدجاج ممكن تطلع اللي هي العصارة، فلازم دائما ننظف هذا المكان او ننظف الثلاجة بشكل عام دوريا. نعم. بس بالذات مكان اللحوم والدجاج لازم يتنظف بشكل شبه يومي يعني. صحيح. في باب الثلاجة ليش ما نحط الحليب والبيض؟ لأنه بسبب اختلاف درجات الحرارة احنا دائما بنفتح باب الثلاجة وبنسكره، فهذا الفتح المستمر للثلاجة بيخلي درجات الحرارة شوي تنزل. صحيح. عشان هيك لازم نتجنب نحط الحليب أو البيض. أو في ناس بتحط مايونيز مثلا في باب الثلاجة. شو ممكن نحط في باب الثلاجة؟ ممكن نحط المعلبات المفتوحة مثلا زي الكاتشب، المخللات أو المواد الغذائية الجافة مثلا. والله أنا حاطة البهارات مالتي باب الثلاجة، باب الثلاجة مالتي فتحتي سوق البهارات، فرع سوق البهارات محطوط كل البهارات في الباب. بالضبط. فهذا هو الترتيب الصحيح للثلاجة. إنزين، فالحين أنت ذكرتي في معلومة وايد مهمة، وحتى المخرج يسألني البيض قاعد نحطه داخل، ما نحطه باب الثلاجة، تحطونه في الرف داخل في النص. الحين بالنسبة ممكن ننقل تبعت البيض نحطها أو من السوبر ماركت دايركت بكرتونة البيض نحطها داخل الثلاجة. داخل الثلاجة. الدكتور استاذ أنت قلتي معلومة مهمة، اللي هو اللحوم والدواجن اللي احنا نطلعها من الفريزر عشان تذوب عشان احنا نطبخها. كم يعني دائما نسمع الشيء الطباخين يقولون لازم تنزلونه يوم ليله قبل تنزلون تحطون في الثلاجه تحت. شو لو مثلا انا اليوم جيت البيت ونسيت اطبخها او ما طبختها، هل لازم نرميها؟ لو انت تركتيها برا على درجه حراره الغرفه لازم ما تكون اكثر عن ساعتين، زي ما قلنا هي خلال ساعتين اكثر عن الاربع درجات مئويه هنا بتصير في تكاثر البكتيريا. إذا طلعتيها خلال ساعتين هي ما حتذوب أصلا خلال ساعتين، فدائما يفضل إنك تطلعي الدجاج أو اللحوم أو الأسماك اللي أنت حتطبخيها تاني يوم قبل بيوم ونحطها في الثلاجة عشان تضلها محافظة على درجة أقل عن أربع درجات مئوية. صحيح صحيح. شكرا لك أستاذة إيمان محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص الطرق الصحيحة لتخزين الأطعمة في الثلاجة. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. مثل ما أنا قلت قبل ما تبتدي أستاذة إيمان إن فعلا الثلاجة هي أحد أسباب نقل الأمراض، وما شاء الله ما شاء الله عيالنا ما عارف ليش الثلاجة يعتبرونها امتداد لمنطقة الألعاب مالتهم. يعني لو ما تبطل الثلاجة وتتسكر، أمي دائما تقول لو لها لسان كان اشتكت مليون مرة يتبطل، لا يتبطل ويتمون قدام الثلاجة. مشكلة حتى إحنا مرات نسوي الحركة نبطل الثلاجة ونتم قدامها، هذا يدخل كمية هواء حار داخل الثلاجة يؤدي إلى رفع درجة حرارة الثلاجة. فإذا عندنا بيض، ألبان، أكل مطبوخ، هذا كله ممكن يتعرض للفساد. ومثل ما قالت الأستاذة إيمان ممكن يتعرض للبكتيريا إلا ما تغير لا اللون ولا الريحة ولا طعم الأكل، بالتالي ممكن إحنا ناخذ هذه البكتيريا من غير ما نحس فيها، وممكن هذا سبب إنه واحد يحس دائما إنه معدته مو مرتاحة، احتمال كبير يكون من الثلاجة. فالتنظيف الدوري للثلاجة أنصح أنا عن نفسي أسبوعيا تتنظف كامل، تتفضى وتتنظف كامل الثلاجة. رقم اثنين، سووا مثلا كل يومين لازم نسوي مثل جرد على الثلاجة، إلا وإحنا نسحب الأغراض من الثلاجة، بعض مثلا سحبتوا فواكه خبز، إلا بعض الأشياء تندز إلى خلف آخر الثلاجة. هالأشياء اللي ننساها إحنا فترة ممكن ينمو فيها العفن، وهذا العفن ممكن ينتشر في الثلاجة وينقل لنا أمراض. فدائما سووا جرد على ثلاجاتكم عشان نكون دائما بصحة وسعادة. هنطلع إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006.
يعتبر مركز زعبيل الصحي أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في هيئة الصحة بدبي، والتي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى من مختلف الفئات العمرية. للحديث عن هذا المركز يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة كليثم سيف المزروعي، مديرة مركز زعبيل الصحي. صباحك ورد دكتورة كليثم. صباح الورد دكتورة ندى، حياك الله، وأحب أشكرك على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحديث عن مركز زعبيل الصحي. حياك الله دكتورة. يعتبر نعم تفضلي. مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة كليثم، نتكلم أول شيء عن الخدمات اللي يقدمها مركز زعبيل الصحي. نعم، طبعا مركز زعبيل الصحي مثل ما قلت هو أحدث مراكز الرعاية الصحية الأولية، والذي تم افتتاحه في سبتمبر عام 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم من جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أهم الخدمات اللي يقدمها المركز دكتورة ندى هي خدمات طب الأسرة، متمثلة في علاج الحالات الحادة والحالات المزمنة مثل السكري والضغط والربو ومشاكل العظام. بالإضافة لذلك يقدم المركز خدمة الزيارات المنزلية لكبار المواطنين وذوي الهمم. طبعا تقدم لهم خدمات تمريضية وطبية بالإضافة للعلاج الطبيعي والتغذية. كما أدخلنا عليها حديثا تقنية التطبيب عن بعد، حيث يمكن للمريض وأهله التواصل مع الطبيب عن طريق التطبيق والتواصل المرئي والصوتي للاستشارة متى استدعت الحالة. أضيف إلى ذلك خدمة رعاية المرأة والحامل ومتابعة الحمل حتى الشهر الثامن، ومن ثم يتم تحويل المرأة الحامل لمتابعة الولادة في مستشفيات الهيئة. يتم طبعا متابعة الحمل عن طريق أخصائية النساء والولادة. بالإضافة لذلك دكتورة ندى، يقدم المركز خدمات صحة الطفل متمثلة في التطعيمات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وحالات التأخر السلوكي وفحص السمع. كما يتم متابعة هؤلاء الأطفال من حيث النمو والمؤشرات التطورية من قبل أخصائي طبيب أطفال. بالإضافة لذلك نقدم خدمات عيادة العيون والأنف والأذن والحنجرة عن طريق أخصائيين في هذا المجال. دكتورة ندى، لا تقتصر خدمات المركز عند هذا الحد، فبالإضافة لذلك يقدم المركز خدمات الفحص الدوري الشامل، وهي من الفحوصات المهمة للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والأمراض السرطانية لمن هم فوق سن 18 سنة، حيث يتم تقييم المريض من قبل الممرضة والطبيب وأخذ التاريخ المرضي وطبيعة الغذاء وكتلة الجسم، ثم بعد ذلك تجرى بعض فحوصات الدم والأشعة مثل فحص الثدي وكتلة العظام وفحص السمع والنظر لمن هم فوق سن 65. أضيف إلى ذلك بعض الخدمات مثل خدمة التغذية السريرية وفحوصات المختبر والأشعة والصيدلية. طبعا خدمات المركز هذه يقدمها لسكان قطاع زعبيل. يفتح المركز أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:30 مساء، ويوم السبت من الساعة 8 إلى الساعة 1 ظهرا. ممتاز. زعبيل أحب أني أؤكد أنه هو طبعا يقع في منطقة زعبيل الثانية بالقرب من دبي مول زعبيل. نعم تفضلي. دكتورة كليثم، تقولنا عن عدد المتعاملين ورحلة المتعاملين المتميزة داخل المركز. طبعا منذ افتتاح المركز إلى الآن دكتورة ندى، استقبل المركز ما يزيد عن 20,000 مراجع. نقدم لهم طبعا تجربة استثنائية في المركز من حيث رحابة المركز. المركز يعتبر مرجع عالمي بشهادة من المدير التنفيذي لمنظمة GCIA المعتمدة للأكريديتيشن. خدمت العملاء متميزة، عندنا موظفين مؤهلين، سرعة في إتمام الخدمة، نحن نستجيب لتطلعات الأفراد والمجتمع، نقدم خدمات توعوية بناء على رغبات الأفراد، نشرك أفراد المجتمع في وضع المشاريع سنوية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة في دبي لتقديم خدمة استثنائية للمراجعين من مختلف أفراد المجتمع. ممتاز.
دكتور كليثم، خبريني شوي بعد عن الإنجازات والاعتمادات اللي حصلتوا عليها في المركز. نعم، بفضل الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. طبعا المركز منذ تصميمه صمم بناء على معايير عالمية، وبفضل ذلك استطعنا أن نحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الطبية خلال 4 شهور من افتتاح المركز، بالإضافة إلى الاعتماد الكندي والاعتماد الكندي للزيارات المنزلية، اعتماد تصنيف النجوم العالمي ب4 نجوم. المختبر في المركز يعد أحد المختبرات القليلة في دولة الإمارات الحاصلة على اعتماد الكاب، كما حصل المركز أيضا على اعتماد منظمة اليونيسف كصديق للطفل، بالإضافة إلى العديد من شهادات الآيزو في إدارة الجودة والسلامة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال والابتكار وإدارة خدمة المتعاملين والشكاوي. ممتاز، شكرا لك دكتورة كليثم سيف المزروعي، مديرة مركز زعبيل الصحي، هذه المداخلة بخصوص خدمات مركز زعبيل الصحي. شكرا لك دكتورة، نهارك سعيد. ونهارك أسعد دكتورة ندى، شكرا جزيلا. شكرا لك. ما شاء الله، مركز زعبيل الصحي طبعا هو أحد سلسلة المراكز الصحية الموجودة في فئة الصحة بدبي، مثل ما ذكر دكتورة كليثم، في سلسلة كبيرة من الإنجازات والاعتمادات اللي حصل عليها المركز، ونحن نفخر فئة الصحة بدبي بحصولنا على هذه الإنجازات والاعتمادات اللي تضاف لرصيد هيئة الصحة ولرصيد قطاع الرعاية الصحية الأولية بشكل عام. طبعا أنا بس حاب أذكر بشغلتين، بما نتكلم عن قطاع الرعاية الصحية الأولية، أذكركم بأن هناك تم تطبيق نظام المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية. شو يعني؟ يعني لو بشوف طبيب الأسرة لازم أتصل على 800342 أو أدخل على تطبيق دبي هيلث بوكينج، أسجل فيه وأخذ في موعد عند طبيب الأسرة اللي أنا أحب أتابع معه. طبعا ليش فكرة المواعيد؟ لأنه أولا يقلل عليكم وقت الانتظار. رقم 2، كانت المشكلة سابقا أن المريض، خصوصية العلاقة بين المريض وطبيب الأسرة تخلي المريض يبقى يتابع مع نفس الدكتور دائما، يعني خاصة يتابعه وحرمته وعياله والبيت كله، تلاقون ما شاء الله العائلة كلها تابع نفس الدكتور اللي يرتاحون له وخلاص، وعارف العائلة والأمراض الموجودة فيها. فالحين صار الموضوع وايد أسهل أن أنتوا تقدرون تحجزون الموعد مع طبيب الأسرة. فدائما دائما خذوا موعد قبل ما نسير، ودائما نرد نقول حصولكم على الموعد يأكد أن احنا نحرص أن نخدمكم في وقت الموعد، لكن إذا صار أي تأخير فإحنا نرجو أن يكون في رحابة صدر وتفاهم منكم. إن احنا دائما نقول احنا نتعامل مع بشر، ما تعرف المريض اللي قبلك كان عنده مشكلة صحية صعبة، عنده مشكلة نفسية صعبة، طلعت في التحليل ماله مشكلة يحتاج الدكتور يعطيه اهتمام أكثر، فنبقى تعاونكم معنا عشان ونوعدكم احنا نحاول ما نتأخر عليكم ونخدمكم على الوقت. وثاني شيء، خدمة طبيب لكل مواطن، هذه الخدمة رائعة وجميلة وسهلت علينا وايد. الناس كانت تقول أنا بس آي العيادة عشان أطلب تحليل أو عشان أصرف دواء أو عشان دكتور يشرح لي نتيجة التحليل، فالحين صار الموضوع وايد أسهل. تنزلون تطبيق الهيئة DHA موجود تدعمه جميع الهواتف، تنزلونه تسجلون فيه، تتصلون على 800342 وتقول نبغى ناخذ موعد عند طبيب لكل مواطن. طبيب لكل مواطن هو خدمة التطبيب عن بعد، معنى نحصل استشارة من غير ما أكون موجود في العيادة. فتخيلون شو الإمكانيات اللي تكون موجودة عندنا. ممكن أحصل على استشارة وأنا قاعد في المكتب في وقت البريك مالي، أنا في السيارة، طبعا مو أنا أسوق، حد ثاني يسوق وأنا قاعد في السيارة، يعني ما ناخذ استشارة وإحنا نتكلم وإحنا قاعدين نسوق. في البيت وين ما أكون أقدر أحصل على الاستشارة للحالات غير الطارئة. مثلا شو عندي؟ كحوزة شام، ممكن أحصل على الاستشارة. عندي ألم ظهر بسيط من كم من يوم، ممكن أحصل على الاستشارة. عندي صداع، ألم في البطن، ألم في المفاصل، أطلب تحليل، نتيجة تحليل، أشعة، غيرها غيرها، هذه حالات غير طارئة ممكن بسهولة تحصلون على الاستشارة عن طريق الهاتف. فاستغلوا هذه الخدمة يا جماعة، لأن خدمة رائعة جدا جدا جدا، وايد تسهل عليكم بل ما تستأذن من دوامك، ولا ما تدور باركينج، ولا ما تتريه، هذه بالتليفون وفي فيديو.
مكالمات مرئية، وطبعا إذا مو بحاب تطلع في الفيديو ما في مشكلة، نكون عن طريق الصوت فقط، لكن خدمة جميلة جدا جدا. كل حد يسمعنا نزلوا تطبيق الهيئة، دخلوا على طبيب لكل مواطن، سجلوا فيه. عقب هذا أنا أنصحكم جربوا، خذوا موعد لأي استشارة عندكم، تحليل تبون حد يشرح لكم إياه، عندكم فحص ما فهمتوا شرح الطبيب المرة اللي طافت أو ما الدكتور ما شرح لكم إياه، عندكم أي عرض من الأعراض كحة زكام، جربوا الخدمة الحين عشان لا سمح الله رحت شوي في أي وقت ثاني تكون خلاص أنتم مرتبين أموركم ومسجلين في الخدمة وجاهزين لها. فهذه نصيحة. والحلو فيها شو أيضا، إنه ممكن تضيف كافة عيالك، تضيف عيالك تحتك في الحساب، يعني ما تسجل أنت فيه ممكن تضيف عيالك برقم الهوية، فيكون حتى سهل على الأم تتابع تحاليل عيالها وغيره. فهذه خدمة جدا جميلة. رد نأكد المواعيد في عيادات طب الأسرة ومبادرة طبيب لكل مواطن. احنا رح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح نكمل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا ما يخفى علينا أهمية التحصينات أو التطعيمات أو اللقاحات بمختلف أساميها في الوقاية من الأمراض، سواء كانت الأمراض اللي تنتقل موسمية مثل تطعيم الإنفلونزا، الحمى الشوكية وغيرها، أو الأمراض الأخرى اللي ممكن تنتقل عن طريق الفيروسات مثل تطعيمات الأطفال اللي نحن دائما نوصي فيها. ولكن ما يخفى علينا أيضا أنه لا تزال هناك فئة من الناس تعتبر التطعيمات شيء مو بأساسي، شيء ممكن يضر بمناعة الطفل أو مناعة الشخص، أو أنه المرض مو منتشر هالكثرة فمو لازم احنا ناخذ تطعيمات. فاليوم موضوعنا إن شاء الله يكون عن أهمية اللقاحات أو التطعيمات أو التحصينات في الوقاية من الأمراض، وشو هي التوصيات العالمية، وشو البرنامج الوطني للتحصينات، وشو فائدته، وهل لازم نعطي عيالنا تطعيم أو ما نعطي عيالنا تطعيم، هل لازم إحنا نطعم أو لا. كل هذه الأسئلة راح نجاوب عليها من خلال لقائنا مع الدكتور حمد النيل يوسف مريود، اختصاصي طب المجتمع والأمراض المعدية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور حمد. عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور عليك وعلى كل المستمعين الكرام. هلا فيك دكتور. دكتور حمد، نعطي أول شيء بداية نتكلم عن شو أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض، أو شو نتكلم شو هو التطعيم نفسه، لو نشرح للناس ما هو التطعيم وهل هو مفيد في الوقاية من الأمراض أم غير مفيد. طيب شكرا جزيلا، لأنه موضوع مهم جدا الكلام أو شرح ما هي اللقاحات أو ما هي التطعيمات. اللقاح ذات نفسه هو عبارة عن مستحضرات بيولوجية يتم يعني صناعتها واستحضارها يعني من 3 أنواع مختلفة. إما يكون هو عبارة عن البكتيريا أو الفيروس في حالة مضاعفة، يعني يكون ضعيف عن طريق مختبرات معينة، بعد ذلك بيتكون منه مصل للإعطاء لأمراض محددة، أو يكون عبارة عن بكتيريا أو فيروس ميت أنه هو تم قتله برضو بطرق معينة مع عملية مختبرية بحوث، وبرضو بيتم تكوينه في شكل مستحضر وإعطاه، أو أحيانا يتم استخلاص السموم أو السم الموجود في البكتيريا ذات نفسها أو الموجود في الفيروس أوكي وإعطاه للمريض. فدي الأنواع المختلفة للقاح ذات نفسه، يعني مستحضرات إما تكون عبارة عن ميكروبات مضاعفة أو ميكروبات ميتة أو سموم هذه الميكروبات. أوكي، القرض الأساسي جدا منها إنه بعد ما يتم حقنها بالنسبة للشخص، إذا كان هو طفل أو إذا كان هو في عمر العمر الدراسي أو إذا كان هو بالغ، ففي 3 حالات الهدف الأساسي جدا منها هي الوقاية والحماية من الأمراض المعدية القابلة للوقاية باللقاحات. ما كل الأمراض طبعا نحن نقدر نحميها باللقاحات، لكن في أمراض معينة وخطيرة جدا. الطريقة اللي بيتم بها الحقن في النهاية القرض منها، إذا أنا أعطيت هذا اللقاح أي كان هو عبارة عن مضاعف أو إذا كان عبارة عن سموم أو إذا كان ميت، الغرض الأساسي منه تحريك وتفعيل المناعة الداخلية للجسم، يعني بمعنى أنه
يعني تزويده بمناعة اسم المناعة المكتسبة. يكتسب مناعة إضافية بالإضافة لأنه المناعة اللي هو بيطلع بها طبيعية. والمسألة تبدأ الرحلة بتاعت اللقاحات ابتداء من الولادة، يعني من دي زيرو، من لحظة الولادة بيتم الجدول وبيتم حقن اللقاحات على حسب جداول معينة موصية من هيئة الصحة العالمية WHO. لكل دولة بيكون عندها جدول بيختلف من الدولة الثانية أو من كل منطقة، بيعتمد على شنو الأمراض المنتشرة، وبيعتمد على الوبائيات أو الخارطة الوبائية بالنسبة للأمراض الموجودة هناك. لكن العالم كله متفق على أنه في أمراض تسمى أمراض الطفولة، هي أمراض قابلة لأنه أحمي منها الأطفال المولودين بعد أخذ اللقاحات المعينة. فبالتالي يوجد يعني جدول وطني لكل دولة، وتقريبا أغلبية الدول متفقة على 10 أمراض معينة هي بيعتبر إنها من الأمراض الخطيرة اللي يمكن الوقاية منها باللقاحات. الشيء الثاني اللي عايز أضيفه للأهمية بتاعت اللقاحات، وطبعا دائما العالم الآن بيتعامل مع المعلومات بحي اسمها الاستدالة العلمية أو الإفيدنس بيس، يعني أنا عشان أقول كلام لازم يكون في دليل، في بحوث عليه، وفي حياة أجريت أثبتت أهمية المزالة. يعني المزالة ما تكون عبارة عن نظريات. الدليل على إنه اللقاحات أو التطعيمات عندنا في العالم بشكل عام هي مفيدة جدا، إنه قدرت ساعد على تخفيض نسبة الأمراض معينة، وأحيانا جزء منها تم استئصاله. يعني مثلا زي مرض الجدري الآن تم يعني القضاء عليه عالميا، لا يوجد الآن مرض الجدري على مستوى العالم المستويات العالمية. فدي واحدة من الأشياء اللي بتثبت إنه اللقاحات لها أثر فعال وممتاز جدا. المثل الثاني برضو من ناحية علمية أو استدالة مثبتة علميا بالتجربة والبحوث، هي انخفاض ملحوظ جدا في فيروس شلل الأطفال. يعني الآن فيروس شلل الأطفال ممكن تم استئصاله من 5 مناطق في العالم على حسب تقسيم منظمة الصحة العالمية WHO، بقى إقليم واحد هو فيه المرض الآن. والآن كل المجهودات جارية على إنه يستأصل نهائيا من العالم. فده كله بيوري إنه اللقاحات والتطعيمات أهميتها كبيرة جدا في انخفاض وفي استئصال وفي في في تخفيض حدة المرض، حتى إذا أنا ما في أمراض لا يمكن يعني استئصالها أوكي أو منعها من الحدوث، ولكن إذا حدثت بيكون خفيفة جدا ومناعة الجسم قادرة على إنه تتعامل معها. نعم دكتور، أكيد أنتوا تواجهون بعض الأهل اللي لا تزال عندهم نقول رفض لبعض التطعيمات بسبب انتشار بعض الشائعات عن بعض التطعيمات، فكيف يتم يعني شرح الموضوع للأهل إن على أهمية أخذ التطعيم، وأن هالإشاعات اللي تطلع عن التطعيمات تضعف المناعة أو تسوي توحد أو غيره هي عبارة عن دراسات غير مؤكدة وعبارة عن إشاعات؟ نعم سليم، الكلام سليم جدا أستاذة. في إشاعات، وطبعا الآن الإشاعات بقت يعني منتشرة بصورة أوسع ومخيفة. ليه؟ لأنه وسائل التواصل الاجتماعي هي ساعدت على نشر المعلومات وبعد ذلك عدم التحري فيها. لكن أنا أشرح لك إنه من الأشياء الشائعة جدا عبر المجتمع هي ارتباط اللقاح الثلاثي، الفيروس الثلاثي للحصبة، الحصبة الألمانية والنكاس، إنه هو عنده علاقة أو هو سبب من أسباب التوحد الأطفال. صحيح. والكلام ده غير سليم وخطأ تماما، وتم إثباته بدراسات علمية عن طريق منظمات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الصحة العالمية. ما في أي علاقة تؤدي إلى الحادي، لأنه النسبة بتاعة الأطفال تم تطعيمهم باللقاحات بتاعت الفيروس الثلاثي نسبة الآن عالميا لا تقل عن 90%. إذا كان في ارتباط يفترض إنه أنا أكون نسبة التوحد بالنسبة للأطفال تكون برضو نسبة مرتفعة جدا. صحيح. إحصائيا لا تقل عن 80 أو 85% من ناحية إحصائية رفلي، يعني بصورة غير دقيقة في الناس. صحيح. فإن دل إنما يدل عنه الحياة غير سليمة. الشيء الثاني، المسألة ما عندها أي ارتباط، لأنه أنا في الأسرة الواحدة ممكن يكون في 3-4 أطفال، الـ3-4 أطفال كلهم هم مروا بجدول التطعيم للأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، وممكن يكون في شخص واحد فيهم عنده المشكلة بتاعت التوحد لكن البقية لا. فده بيؤدي إنه ما هو السبب الأساسي وما في ارتباط مباشر بين
اللقاح بتاع الحصبة الألمانية والتوحد. دي معلومات خاطئة جدا، بالإضافة لأنه المثل الثاني هو الإنفلونزا، إنه الإنفلونزا الموسمية في ناس كتار جدا عندهم مفهوم خاطئ إنه أنا وقت آخذ اللقاح بتاع الإنفلونزا اللي هو الموسمي بيكون سنوي في أغلبية الأحيان، وفي بعض الدول بيكون مرتين في السنة على حسب نوع الإنفلونزا. فبقول لك إنه أنا أخذت اللقاح بعد فترة بسيطة ظهر لي المرض، ويعني الأعراض ظهرت يعني. فده برضو غير سليم، إنه في الإنفلونزا ما هو بيعمل الإنفلونزا، بالعكس أحيانا في آثار جانبية من اللقاح ذات نفسه، يعني لأنه هو مستحضر في النهاية بيولوجي وفيه مواد كيماوية بينتج عنه ارتفاع في الحرارة، بينتج عنه الشعور بالإعياء، فبيدي علامات هي شبيهة بعلامات الإنفلونزا، ولكن الفهم ده فهم غير سليم، إنه هو بالعكس هو بيزيد من المناعة المكتسبة للجسم وبيساعد على إنه يقوي مناعة الجسم، حتى إذا المرض جاك ممكن ما يمنع المرض ما يحدث، لكن إذا المرض حدث بيكون أعراض خفيفة جدا وفي فترة زمنية بسيطة بيتلاشى وبيمنع من مضاعفات المرض. فدي واحدة من أهم اللقاحات. الهيئة في إدارة حماية الصحة العامة بالأقسام المختلفة، قسم الطب الوقائي وقسم التثقيف الصحي، هم الآن شغالين على إنه الرسائل اللي بتبث عن طريق الإعلام، عن طريق التنسيق مع إدارات الإعلام المختلفة، بالتنسيق مع البرامج الصحية كبرامج صحة وسعادة، كل القنوات هي الآن مجتهدة جدا على إنه حتى عن طريق الصحة المدرسية في إنه تصحيح المفاهيم والتأكيد عليها بإثباتات وبرسائل علمية موصلة بها عالمية من الصحة العالمية، من المركز الأمراض الأمريكي، من كل الجامعات اللي لها باع وعندها خبرة واسعة جدا، والكلام ده كله طبعا بينطوي تحت التنسيق المباشر مع السياسات الصحية الوطنية في وزارة الصحة وفي الشركاء من الهيئات الأخرى الموجودة في الدولة. ممتاز. دكتور حمد، في ختام هذا اللقاء تحب تعطي نصيحة للناس بخصوص اللقاحات والتطعيمات؟ بالتأكيد نعم. أول حاجة نحن الحاجة اللي بندي بها وصية ونأكد عليها لكي تستمر بصورة أفضل، لأن هي الآن برنامج ممتاز، هو البرنامج الاستمرار والحرص على برنامج تطعيم الأطفال اللي هو منذ الولادة حتى سن السادسة أو السابعة، حتى السن في الدراسية، لأن تطعيمات معينة بتأخذ لحد عمر 34 سنة أحيانا يعني في بعض الأنواع. فيجب أنه نحرص على أطفالنا يأخذوا كل اللقاحات في الزمن المحدد على حسب الجداول الموضوع لكل دولة، أو تحديدا في الإمارات، ولأنه برنامج ناجح جدا. فدي واحدة من الرسائل اللي بنبعثها لكل الأمهات، لأنه حادثا الأمهات هم اللي بيكونوا دائما الأحرص والأقرب بالنسبة للأطفال، استقرار الأطفال في سن المدرسة، إنه يحرصوا على المعلومات، يحرصوا على الاتصال والتواصل عليه مع الأرقام الموجودة لهم، يتأكدوا إنه يصلوا لكل المراكز، لأنه الآن الخدمة موجودة في أغلبية مراكز الخدمات المقدمة في أغلبية المراكز في هيئة الصحة دبي، وعلى مستوى الدولة برضو توجد مراكز معروفة لتلقي الخدمة. دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، نحن برضو بنقدمها للشركات اللي عندها العمالة الموجودة في إمارة دبي والموجودة على مستوى الدولة، لابد من أنه أثناء المرحلة بتاعت التوظيف للعمالة المختلفة لابد التأكد من مناعتهم، ولابد التأكد من أخذ بعض أنواع اللقاحات. مثلا زي الحمى الشوكية أو التهاب السحائي، طبعا بينتشر بصورة واضحة جدا عبر التنفس أو الرذاذ أثناء الكلام، فبالتالي في التجمعات اللي بيكون فيها ازدحام في العمالة اللي هو في السكنات بتاعت العمال في مكانات الشغل، فإذا في حالة واحدة بس موجودة ممكن تنتشر بسهولة جدا عبر الرذاذ، عبر الكلام، عبر التنفس في الغرفة اللي هم بتساعد على الفيروس بينتقل، أو البكتيريا تحديدا البكتيريا النيسيريا بتنتقل بالهواء يعني عن طريق الرذاذ، الكلام، التنفس، فده شيء يصعب السيطرة فيه في الجو طبعا. صحيح. فبيبقى الحل الوحيد بالنسبة لنا هنا التأكد من إنه كل العمال أخذوا اللقاح المحدد بالنسبة لحمى السحائي أو الحمى الشوكية، بالإضافة لإنه الجدير المائي اللي هو بيقولوا عليه البرجوم في بعض المناطق في العالم. فدي أمراض لأنها الانتشار فيها سريع وبيكون عن طريق الهواء والرزاز، فبالتالي من الصعب جدا العالم يتحكم في الهواء والتنفس كما أنت تعلمين والمستمعين الكرام يعلمون، فبالتالي بيبقى الخيار الوحيد
لأنه الناس توقي نفسها هي اللقاحات بالنسبة للعمالة، بالنسبة للازدحام، المناطق السكنية، السكن المشترك بالنسبة للناس الموظفين الشقالين، مناطق التجمهر، ونحن طبعا مقبلين على حدث عالمي ضخم جدا كإكسبو، التجمهرات الرياضية، فدي كلها أشياء بتضطرها إنه إحنا كلنا كرسالة نقف مع بعض، يعني ككوادر طبية، جهات هيئة صحية، مجتمع، عاملين، مرأة بكل أنواعه، إنه الناس تسعى لتملك المعلومة وتأكد من مناطق تقديم الخدمة، وحتى المسؤولين المانجرز الموجودين المالكين للأعمال والشركات يتأكدوا من سلامة كل الناس اللي بهمهم أمرهم الشقالين معهم، لأنه على 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 سير الوقاية خير من العلاج، لأنه إذا حصل المرض التكلفة حتكون أعلى من ناحية بشرية. أولا إحنا ما بنتكلم على التكلفة المادية، لكن التكلفة البشرية تصل إلى إنه إحنا نفقد الأعزاء عندنا، يعني أو نفقد الأشخاص. صحيح صحيح. فدي الرسالة إحنا بنشدد عليها، وبنقول إنه إحنا في إدارة حماية الصحة العامة بأقسام المختلفة يوجد هنالك طبعا نظام للتبليغ للأمراض المعدية، يوجد نظام للتقصي، يوجد يعني فريق بيشتغل بتناغم من مختلف التخصصات المختلفة، وعلى استعداد بتقديم كل النصائح والمعلومات، وباستعداد حتى للتعامل مع كل الحاجات إن لزم الأمر إن شاء الله. ممتاز، شكرا لك دكتور حمد النيل يوسف مريود، اختصاصي طب المجتمع والأمراض المعدية بهيئة الصحة، بتبي هالمداخلة الجميلة والكافية بخصوص أهمية اللقاحات الوقاية من الأمراض. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. شكرا جزيلا. أعتقد دكتور حمد كفى وفى بخصوص اللقاحات أو التطعيمات أو التحصينات بمختلف أسمائها، وأهمية أن إحنا نلتزم بالجدول، سواء كان برنامج الوطني للتحصينات أو أي تحصينات أخرى إحنا نحتاجها كناس بالغين. ما نسمع لي الإشاعات، ما نسمع لي الدراسات الغير موثقة. دائما اسأل طبيبك هل أنا لازم أطعم أو ما أطعم. الناس اللي عندهم سكري عندهم تطعيمات، الناس اللي ما عندها أي أمراض لها تطعيمات، الناس بتروح الحج لها تطعيمات، الناس بتروح العمر لها تطعيمات، كل هذه عبارة عن تطعيمات مهمة عشان نقدر نعيش حياتنا بصحة وسعادة. احنا وصلنا لختام برنامج اليوم، كان معي في الإخراج مخرجين نمر ووائل قواسمة، ومعاي في التنسيق ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية هذه، وأنا إن شاء الله بلقاكم الأسبوع القادم. إلى أن ألقاكم إن شاء الله بالحياة، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.